السلام عليكم، أرحب بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بأم شان. قبل أن نبدأ، إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تتردد في الضغط على زر الاشتراك وتنضم إلى عائلة بأم شان. وإن كنت من أوفياء القناة المرجو الضغط على زر الإعجاب لكي نستمر في تنزيل دروس وتمارين أخرى. تأكد أن معك دفتر وقلم ولنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأمشان. في هذه الحلقة إن شاء الله غنشوف واحد التمرين جديد في الثيرموديناميك باش نذكر الإخوان بالعلاقة ديال لا كونتيتي دو شالور. ولكن قبل إن شاء الله ما غادي نبداو ليكزيرسيس ديالنا، بغيت نشكر كاع الإخوان اللي التحقوا بالقناة، الإخوان الجدد، وكنشكر كذلك الإخوان اللي مدة طويلة هما مشتركين معنا في القناة. بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى وبالفضل ديالكم القناة راه قربت توصل ل 25,000 مشترك. ولا كان هذا الشيء كيدل على شي حاجه، كيدل بان الاخوان الحمد لله كيستافدوا من المحتوى ديال القناه. كما قلت اخواني اخواتي، ان شاء الله غادي التمرين ديال اليوم غادي يكون في الثيرموديناميك. وبالنسبه للاخوان اللي كيصيفطوا لي لي كومونتير على التمارين، كما كنت قلت في فيديوهات سابقين، التمارين القدام ما بقاوش عندي، ولكن مده طويله بديت انني كننزل التمارين اللي كنديرهم في القناه، كننزلهم في لو درايف، وكنخلي لو درايف في لا ديسكريبسيون. يعني التمارين ان شاء الله غادي تبقاو تلقاوهم اخوان اخواتي في لو درايف، واللين غادي يكون في لا ديسكريبسيون ديال كل فيديو. دونك بلا ما نطول لكم اخوان اخواتي، ان شاء الله من بعد الفاصل غادي نبداو لي نونسي ديال التمرين، ما تمشيوش بعيد. اذا كنرحب بكم مجددا اخوان اخواتي. التمرين كما قلت في السابق غادي يكون تمرين ان شاء الله بسيط، نذكروا به العلاقه ديال لا كونتيتي دو شالور انطلاقا ان شاء الله من لا ريبونس ديالنا على لا كيسيون ديال هاد ليكزيرسيس هذا. دونك ليكزيرسيس كيقولنا اون فو رومبلير اون بينوار دو 100 لتر دو ا 34 دوغري سيلسيوس، اون ديسپوز بور سولا دو سورس، لون دو فرواد ا 15 دوغري سيلسيوس اي لوتر دو شود ا 65 دغري سيلسيوس. دونك عطاونا اخواني اخواتي عندنا واحد لا بينوار كما كتشوفوا، اللي السعه ديالو ولا لو فوليوم ديالو هو 100 لتر. دونك حنا لوبجيكتيف ديالنا اخواني اخواتي ان لا تمبيراتور ديال الماء تكون 34 دغري سيلسيوس. على سبيل المثال في الحاله ديالنا بغينا ناخذ دوش ولا حمام ولا اي حاجه، دونك لا تمبيراتور بالنسبه للوكور اللي غادي يكون فيها زعما لوكور مرتاح كتكون ما بين 32 34 حتى 35. دونك عطاونا زوج ديال لي سورس. دونك عندنا واحد لا سورس فرواد لي لا تمبيراتور ديال الماء فيها 15 دوغري سيلسيوس، وعطاونا واحد لا سورس شود لي لا تمبيراتور دو فيها 65 دوغري سيلسيوس. متفقين؟ دونك قالوا لنا سي اون نيجليج لا كاباسيتي تيرميك دو لا بينوار اي لي ديفيرس بير تيرميك، كيل فوليوم دوات اون بريلفي ا شاكون des deux sources. Donc il a atabarna anna on néglige donc la capacité thermique ديال la baignoire ou gha les pertes thermiques. Donc غادي نعتبروا ان le système ديالنا système isolé. يعني ما كاينش واحد l'échange ديال la quantité de chaleur مع l'extérieur. اي ان la température اللي غادي تنزل اللي غادي تكون في la baignoire يعني ما غادي تبقى ثابته، لان ما كاينش des pertes، ما غاديش يمكن الماء ديالنا انه يبرد. دونك هذه هي ليبوتيز ديالنا. دونك ليبوتيز ان اون نيجليج كاع لي بيرت تيرميك ديال لا بينوار انسي لا كاباسيتي تيرميك ديال لا بينوار. دونك قلنا لو سيستيم فهاد لوكا هادي غادي يكون ان سيستيم ايزولي. متفقين؟ يعني ان لا كونتيتي دو شالور اللي غادي تجينا من لا سورس فرواد بلس لا كونتيتي دو شالور اللي غادي تجينا من لا سورس شود غادي يكون لا سوم ديالهم ايكالا زيرو. علاش؟ لان وحده غادي تكون بوزيتيف وحده غادي تكون نيجاتيف. ولا قلنا سيستم ايزولي يعني ما كانش ليشونج دو شالور افيك ليكستيريور، يعني ان لا سوم ديال لي دو كونتيتي دو شالور ايكالا زيرو. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، هو اننا نحددو شحال لو فوليوم ديال لا سورس شوط
وشحال شحال باردون لو فوليوم ديال لا سورس فرواد اللي غادي يكون عندنا في هاد لا بينوار باش تكون عندي لا تمبيراتور ديال الماء ديالي 34 دغري سيلسيوس. دونك كما قلت اخواني اخواتي في السابق الا كنتو قادرين انكم تحلوا هذا التمرين من الاحسن انكم توقفوا لا فيديو وتحاولوا تخدموا العلاقات اللي شفتوهم في لي كور ديالكم ديال الثيرموديناميك وتحاولوا ان شاء الله تجاوبوا على التمرين. الا ما تلاقيتوش واجهتوا صعوبات دونك ماشي مشكل نقدروا نكملوا ان شاء الله لا كوريكسيون اونصومبل. الوغ قلنا ان عندنا لو سيستيم ايزولي وكنعرفوا اخوان اخواتي ان لا فورمول ديال لا كونتيتي دو شالور كتكتب بهذه الطريقه ولا كونتيتي دو شالور Q1 كتساوي لنا لا ماس ديال الماء ديال لا سورس 1 فوا لا كاباسيتي كالوريفيك ديال الماء فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور. دونك لا ديفيرونس دو تمبيراتور غادي يكون لا تمبيراتور فينال اللي هي 34 اللي حنا باغيين نوصلها موان لا تمبيراتور انيسيال اللي هي 15 دوغري بالنسبه لا سورس الاولى. دونك هاد لا كونتيتي دو شالور اخوان اخواتي غادي تكون بوزيتيف. علاش؟ لان عندي لا تمبيراتور فينال اللي هي 34 اكبر من لا تمبيراتور انيسيال اللي هي 15 دوغري سيلسيوس وبالتالي هاد لا ديفيرونس غادي يكون عندي بوزيتيف يعني ان هاد لا كونتيتي دو شالور ديال لا سورس 1 كتكون موجب. بالنسبه لا كونتيتي 2 بنفس الطريقه اخوان اخواتي غيكون عندي لا ماس 2 فوا لا كاباسيتي كالوريفيك ديال الماء فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور يعني لا تمبيراتور فينال موان لا تمبيراتور انيسيال. ولكن في هذه الحاله غادي تكون اون كونتيتي دو شالور نيجاتيف. علاش؟ لان لا تمبيراتور فينال 34 اصغر من لا تمبيراتور انيسيال اللي هي 65 متفقين. ولكن قلنا اخواني اخواتي مادام عندنا لو سيستيم ايزولي كما شفنا سابقا يعني ان لا سوم دي دو غادي يكون ايغال ا زيرو. مزيان. دونك الا كان عندي اخواني اخواتي كيو 1 بلس كيو 2 ايغال ا زيرو غادي نعوض ليكسبرسيون ديال كيو 1 و كيو 2 في هاد ليكواسيون اللي عندي هنا. دونك غادي تسمح لي لا فورمول بهذه الطريقه ام 1 سي او فوا تي اف موان تي 1 بلس ام 2 سي او تي اف فوا تي اف موان تي 1 ايغال ا زيرو. دونك نقدر نختزل بلا كاباسيتي كالوريفيك ديال الماء من جوج ديال الجوانب غيبقى لي غير ام 1 فوا تي اف موان تي 1 ايغال ا موان ام 2 فوا تي اف موان تي 2. من جهه اخرى كنعرفوا ان ليكسبرسيون ديال لاماس فوليوميك اخوان اخواتي كتساوي لنا لاماس ديفيزي على لو فوليوم ومعلوم ان لاماس فوليوميك ديال الماء كتساوي تقريبا 1 كيلوغرام على لتر. غير واحد الملاحظه اخوان اخواتي لاماس فوليوميك كتغير بتغير درجه الحراره يعني لاماس فوليوميك ديبون دو لا فارياسيون دو لا تمبيراتور. ولكن حنايا في هاد لوكا هادي خديناها في لوكا اللي هو سامبل خدينا ان لاماس فوليوميك كتساوي تقريبا 1 كيلوغرام على لتر بور سامبليفي لي كالكول. يعني ان في كل كيلوغرام ديال الماء عندنا 1 لتر ديال الماء متفقين. اي ان الا كان عندي لو فوليوم اخوان اخواتي في هاد لا بينوار هو 100 لتر يعني ان لا ماس توتال ديال لا بينوار غتكون 100 كيلوغرام. علاش؟ لان قلنا لا ماس فوليوميك ديال الماء خديناها ابوبخي ايغال 1 كيلوغرام باغ لتر يعني ان كل لتر ديال الماء كيساوي لنا 1 كيلوغرام ديال الماء. وبالتالي قلنا لو فوليوم ديالي فينال هو 100 لتر اي ان لا ماس توتال غادي تساوي لنا 100 كيلوغرام. عندي اخوان اخواتي لو فوليوم توتال ديال لا بينوار هو 100 لتر وانطلاقا من لا ديفينيسيون اللي عندي هنايا غادي نستنتج ان لا ماس توتال غادي تساوي لنا 100 كيلوغرام. دونك شنو هي اخوان اخواتي لا ماس توتال؟ لا ماس توتال هي لا ماس ديال الماء اللي غادي يجي لنا من لا سورس الاولى زائد لا ماس ديال الماء اللي غادي يجي لنا من لا سورس الثانيه. داكشي علاش درت ام توتال كتساوي لنا ام 1 بلس ام 2 متفقين. يعني ان ام 2 غادي تساوي لنا لا ماس توتال موان ام 1. دونك علاش خرجت ليكسبرسيون ديال ام 2 اون فونكسيون دو ام تي موان ام 1 باش نعوضها اخوان اخواتي في ليكواسيون اللي شفناها هنايا. دونك اذا عوضت غادي تصبح لي ليكواسيون ديالي ام 1 في تي اف موان تي 1 بلس ام تي موان ام 1 يعني كان عندي هنايا ام 2 عوضتها بالاكسبرسيون ديالها اللي هي ام تي موان ام 1 فوا تي اف موان تي 2 ايغال زيرو. دونك حاولت اخواني اخواتي انني ننشر باش نسامبليفي اللي نقدر نسامبليفي به.
دونك عندي M1 غادي نشر M1 TF موان M1 T1 بلوس MT TF موان MT T2 موان M1 TF بلوس M1 T2 إيجالا 0. دونك هنايا نشرت سامبليفيت ب M1 TF من هاد الجهة ومن هاد الجهة غادي تبقى لي ليكسبرسيون ديالي هي موان M1 T1 plus MT TF moins MT T2 plus M1 T2 égale à 0. غادي نحاول اخوان اخواتي نعمل ب M1 واحد الناحيه ومن MT الناحيه الثانيه. غتصبح لي ليكواسيون ديالي هي M1 في T2 moins T1 plus MT في TF moins T2 égale à 0. الى لاحظتوا اخوان اخواتي كنحاول انني نقلب على لا ماس لانني ما كنعرفش كيفاش ندير نحسب لو فوليوم، كنعرف كيفاش ندير نحسب لا ماس، وانطلاقا من لا ماس غادي نخرج لو فوليوم اللي كنقلب عليه. دونك كما قلنا اخوان اخواتي ليكسبرسيون ديال ام ان غادي نخرجها انطلاقا من هاد ديفلوبمون ديال هاد ليكواسيون اللي عندي هنايا، وبالتالي ام ان غادي تساوي لي ام تي في تي 2 موان تي اف ديفيزي على تي 2 موان تي اف. كنعرف لا ماس توتال اللي هي 100 كيلوغرام، كنعرف لا تمبيراتور تي 2 اللي هي ديال لا سورس 2 هي 65 موان تي فينال اللي كنقلب عليها في لا بينوار ديالي 34 ديفيزي على تي 2 موان تي 1 اللي هي 65 موان 15، وغادي نتلقى ان لا ماس ام 1 غتساوي لي 62 كيلوغرام. الى بقيتوا عاقلين اخوانا اخواتي انطلاقا من الديابول اللي كنا شفناها سابقا، قلنا ان كل كيلوغرام كيساوي لي 1 لتر، كل كيلوغرام ديال الماء كيساوي لي 1 لتر ديال الماء. دونك هذا كنا شفناه بليبوتاز اللي درناها انطلاقا من لاماس فوليميك ديال الماء. وبالتالي الا كانت عندي لاماس ديال ام 1 كتساوي لي 62 كيلوغرام، هذا يعني ان الفوليوم في 1 غادي يساوي لنا 62 لتر، يعني انني من لا سورس واحد غادي يكون خاصني 62 لتر ديال الماء اللي لا تمبيراتور ديالو 15 دوغري. كنعرف ان ام 2 كتساوي لي ام تي موان ام 1 يعني 100 موان 62 غادي تساوي لنا 38 كيلوغرام، وبالتالي لو فوليوم في 2 غادي يساوي لنا 38 لتر، يعني انني خاصني 38 لتر من لا سورس شود و 62 لتر من لا سورس فرواد باش يكون عندي واحد لو فوليوم توتال اللي هو 100 لتر بواحد لا تمبيراتور اللي هي 34 دوغري سيلسيوس. دونك هذا هو اخواني اخواتي التمرين ديال 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 اليوم، ونتمنى ان التمرين يكون مفهوم، ما كانش شي تساؤل فيه. الا كان عندكم اخواني اخواتي شي تساؤل كما جرت العاده خليونا ان شاء الله التساؤلات ديالكم اللي متعلقين بهذا الفيديو تحت من في لي كومونتير. قبل ما نودعكم ان شاء الله اخواني اخواتي كما قلت غادي التمرين يكون في لو درايف، غادي نخلي لو درايف ان شاء الله في لا ديسكريبسيون. وكنتمنى الا كان عندكم شي اقتراحات ديال التمارين يعني اللي متخصصه فيهم القناه، الثيرموديناميك، الميكانيك دي فلويد، ولا ترانسفير ثيرميك، ما تبخلوش علينا انكم تراسلوا ان شاء الله في لادريس الكترونيك ديال القناه اللي هو bmshan@gmail.com. ما نطولش عليكم اخوانا اخواتي، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله كاملين، ونتلاقاو في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.